اليدويه الجميله الى فن اخر باللمسات اليدويه وهو الفن التشكيلي. جروب فنانات لوتس هي الحقيقه بدات من مجموعه من الهاويات من السيدات، وصلوا الى ما يقرب من 100 سيده، عملوا معرض لفنونهم التشكيليه، قدروا ان هم ينتقلوا من حاله الهوايه الى حاله الاحتراف. نتابع. أنا والفنانة سلوى الحمامصي فكرنا في إنشاء جروب كله سيدات بس، كلنا هواة بنحب الرسم، فبدأ الجروب بخمسة وبعدين بدأنا بقينا كتير دلوقتي، يعني جروب معادي أكتر من 100 فنانة. اخترنا الاسم، قعدنا شوية نختار في الاسم، وبعدين افتكرنا ان في زهرة مصرية جميلة هي زهرة اللوتس، واعتقد ان هي مناسبة جدا للمرأة المصرية، بتعبر عنها جدا. انا بكتب شعر، ففي الغالب لوحاتي بتعبر عن الشعر اللي جوايا يعني، او عن الكتابات، عن كتاباتي. بحاول دلوقتي افصل وما خليش يعني لوحاتي تعبر عن الكتابات، يعني ارسم الاول وبعدين بكتب يعني. ابتدينا ان احنا نجتمع وعملنا الجروب بتاعنا. يعني عن نفسي درست في مدارس كتير في امريكا اللاتينيه، اخدت تكنيكس معين. بالنسبه لي الطبيعه والورود والاماكن الطبيعيه مؤثره فيا جامد جدا، والاماكن اللي بزورها والاماكن الاسلاميه. بحب ارسم المساجد جدا، وعندي اعمال فنيه عن مساجد ونقوش إسلامية. هو اشتراكي في المجموعة بتاعت اللوتس كان عن طريق الفنانة سلوى الحمامصي. كنا في ورشة في كلية فنون جميلة قسم الحر مع الدكتور طاهر عبد العظيم، وتعرفت عليها هناك وضمتني للمجموعة بتاعة اللوتس. وبعد كده لما عملنا المعرض ده، هو معرض جماعي، حبيت أشارك معاهم. واللوحة اللي أنا لأ، مشتركة بأربع لوحات، منهم اتنين بورتريه سيدة الجنوب والصعيدي، ولوحة تانية لبنت ولد، واحدة في البحر والولد في الغيط بيجمع مانجا. هي عبارة عن أحلام الطفولة أو أحلام صغيرة، اللوحتين دولت، واتنين منهم ثلاثة زيت وواحدة باستل. أنا اشتركت مع جروب اللوتس لأنه إحنا فنانات وبنتجمع علشان نتكلم على الفن، نخرج مقابلات مع بعض، نرسم مع بعض، نعمل لقاءات مع فنانين متعددين ونتعلم حاجات جديدة. بالنسبة لي ده بيطور دايما من الخبرة بتاعتي الفنية، وبيخليني ان انا يعني يبقى دايما عندي انسبيريشن او يبقى عندي الهام في الحاجات اللي انا اشتغل فيها. عادة بحب ان انا ارسم من الواقع المصري، فهتلاقي ان اللوحات بتاعتي فيها كتير قوي من البيئة المصرية. في دايما السينري بتاعت مصر موجوده عندي، هتلاقي السينري بتاعت القاهره، بس انا بشكل عام بحب ان اللوحه الوانها وتشكيلها يدي بهجه، يعني احب قوي ان الرسم يبسطك، فبحيث انت لما تفكري ان انا ببص على حاجه لا بنبسط، بعلق لوحه قدامي بتفرحني، فانا بحب دايما رساله الامل والفرح توصل من خلال اللوحه. انا بحب الرسم والفنون عموما من وانا صغيره، وابتديت ارسم مثلا من 10 سنين. ما كنتش الاول بعرف ارسم بس اتعلمت، والحاجات اللي برسمها بتعبر عن حبي للفن عموما وحبي للجمال. بحب الالوان جدا، برسم كل الواني، كل رسوماتي زيت على كانفاس، وكذا مدرسه تشكيليه، في برسم مدرسه التاثيريه، برسم مدرسه التعبيريه.
والله انا شايفه ان يعني انا كتير باجي معارض وكده، بس المعرض ده متميز اكتر بالوانه وان هو في حاجات طبيعيه وبتمس قوي الطبيعه، في طبيعه وفي بورتريه لناس مصريين، وصراحه حاجه حلوه قوي. انا بعتبر الرسم ده قوه مصر الناعمه، عندنا رصيد كبير من الفنانين زي محمود سعيد وزي صبري راغب وسيف وانلي والناس دي، فعلا يعني الجيل الجديد هو بيكمل الحقيقه هذه المسيره وبيفرز فنانين جداد بافكار جديده. انتهت جولتنا النهارده، لكن بين عراقه التراث وحداثه الابداع دايما هكون جولتنا كل اسبوع. تابعونا في مراسلو النيل، دمتم في امان الله.